مرحبا، أنا اسمي هبة من مكتبة درب المعرفة. اليوم بدي أقرأ لكم قصة كتير حلوة اسمها الولد العجيب آكل الكتب، تأليف أوليفر جافرز، ترجمة أحمد العلي، صادرة عن أروى العربية للنشر. أحب ياسر الكتب، لكن ليس بالطريقة التي نحب فيها نحن الكتب، لا أبداً. أحب ياسر أن يأكل الكتب. اكتشف ذلك مصادفة في عصر يوم ما دون قصد. لقد تردد في البداية إذ حاول أن يأكل كلمة صغيرة وحسب، فقط ليجرب. ثم حاول أن يأكل سطراً واحداً، ثم صفحة بأكملها. وأجل، أعجب ذلك ياسر كثيراً، وبحلول يوم الأربعاء انتهى من أكل كتاب كامل. وبحلول نهاية الشهر بات يستطيع ابتلاع كتاب كبير في لحظة واحدة. أحب ياسر أن يأكل شتى أصناف الكتب، كتب القصص والقواميس، الجغرافيا، كتب الطرائف، كتب هل تعلم، وحتى كتب الرياضيات. لكن الكتب الحمراء اللون هي أكثر ما يعجبه. صار يتناول الكتب بسرعة رهيبة. أفضل شيء على الإطلاق هو أنه كلما أكل كتباً أكثر صار أذكى أكثر وأكثر. يدخل الكتاب من الفم، تذهب المعلومات إلى الدماغ فيصبح أكبر، تمتلئ المعدة. عندما أكل كتاباً عن الأسماك الذهبية عرف ماذا يطعم سمكته الصغيرة نيمو، وبعد وقت قصير صار يساعد أباه على حل الألغاز الصعبة، وأصبح في المدرسة أذكى من معلمته. أحب ياسر أن يصير ذكياً جداً، وفكر أنه لو أكل مزيداً ومزيداً من الكتب فإنه سيغدو أذكى واحد على كوكب الأرض. لهذا استمر في أكل الكتب حتى صار أذكى وأذكى وأذكى. وبدلاً من أكل كتاب واحد كل مرة راح يبتلع ثلاثة كتب معاً أو أربعة. كانت كتب متنوعة، فياسر لم يكن كسولاً، لقد أراد أن يعرف كل شيء. وفجأة انقلب الحال رأساً على عقب. صار يتعرض لمواقف جداً 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 سيئة، فقد كان يأكل كتباً أكثر من اللازم وبسرعة كبيرة. يقدم، يمضغ، يمضغ، يبتلع، يخضر، يخضر أكثر، يخضر أكثر فأكثر، يستفرغ. بات يشعر دوماً أنه مريض. وأسوأ شيء على الإطلاق هو أن المعلومات الكثيرة التي يعرفها صارت تختلط عليه. 6 زائد 2 يساوي 3؟ 2 زائد 6 يساوي فيل؟ لا. لم يصبر كي يهضمها جيداً، فصار يخجل من الحديث أمام رفاقه. وفجأة صار ياسر يشعر أنه ليس ذكياً جداً. عندما تأكل كتاباً فلا أحد يستطيع أن يستمتع به معه. لقد نصحه الناس أن يتوقف عن أكل الكتب. رأسك ومعدتك لا تحتملان. عندما تأكل كتاباً فلا أحد يستطيع أن يستمتع به معك. لا مزيد من الكتب.
لهذا كف ياسر عن أكل الكتب وبقي حزينا وقتا طويلا. ما الذي عليه أن يفعله؟ وفي يوم ما وبالمصادفة التقط ياسر من الأرض كتاب نصف مأكول، وبدلاً من أن يفتح فمه ليأكله فتح ياسر الكتاب وراح يقرأ، وشعر بسعادة غامرة جداً. اكتشف ياسر أنه يحب القراءة، وفكر أنه إذا قرأ كثيراً فقد يصبح أيضاً أذكى واحداً على كوكب الأرض. كل ما في الأمر أنه قد يحتاج إلى وقت أطول، والآن صار ياسر يقرأ طوال الوقت، لكنه أحياناً يقوم بأكل الكتب. توتة توتة، خلصت الحتوتة. حلوة ولا فتفوتة؟ حلوة.